السلام عليكم، هاني فيكم فيديو جديد. طبعا بما اننا في الليل عندنا حين، فبصور معاكم تصوير ليلي للايفون بالايفون 11 برو ماكس. طبعا ما في فرق بين ال 11 برو ماكس وال 11 وال 11 برو، كلهم تصوير ليلي نفس الشيء. ناخذ جولة هنا بالداون تاون ونشوف التصوير. طبعا اسف مطر، فنحاول ان بسرعة نصور ونمشي. بصور لكم اماكن بداية في اضاءة خفيفة مثل ما نشوف، بعدين اماكن ظلمة اكثر، يعني مثل نقدر نصور ذي الجهة. ما ادري الكاميرا برضو اللي اصور فيها حنانة، فبيروح بيكون التصوير شوي، يعني الشيء اللي تشوفونه هنا تشوفون ما ظلمة، لكن ترى في الاصل ظلمة. راح اصور معكم الايفون، نجرب تصوير الليلي وبدون تصوير الليلي وتشوفون الفروقات، فخلوكم معنا. فالحين خلينا نصور معكم الشجرة هنا. فكبداية نضغط هنا بطفي تصوير الليلي، فالحين بدون تصوير الليلي صورنا. هذا الشيء اللي نشوفه الحين احنا. طبعا انت تشوفون بالكاميرا الحين في فرق، لان الكاميرا اصلا اوريدي هي اللي قاعد اصور فيها تعدل الوضع الليلي. الحين صورت مثل ما قلت لكم بدون تصوير ليلي، الحين بجرب بصور تصوير الليلي في ثلاث ثواني. ضغط شوف الفرق. طبعا في ماي على الكاميرا، فا اوكي عادي. اهم شيء ان تشوفون بس كيف الاضاءه اختلفت، كانت اضاءه داكنه والحين صارت اضاءه افضل. فلا تدقون على الماي لان مطر عندنا، فاسف على هالشيء. خلينا نروح مكان ثاني ونشوف الحين اشياء ثانيه، يعني فخليكم معنا. خلينا نجرب ذي الجهه، هذا الحين بدون تصوير ليلي. نجرب التصوير الليلي ثلاث ثواني برضو. حلو، عندنا الصور راح تشوفونهم انتم في الفيديو. كمل معاك نصور ذي الجهه. هذا الحين بدون تصوير ليلي. حلو، نروح في الجهه ونشوف. جرب الصور هنا. كمل نروح جهة ثانية. ودك نروح للجهة ولا نروح ذيك الجهة؟ لا هناك في ظلام. أوكي. إلى الظلام نذهب. طبعا مثل ما قلت لكم، ترى اللي تشوفونه أنتم في الكاميرا الحين، الكاميرا العادية ذي أصلا معدلة، ولا اللي نشوفه احنا ترى ما نشوف الديتيلز أصلا بالبال. لا خلنا نشرح لهم. دقيقة شوف في الكاميرا. بعد الصدام مال السيارة هذا ما اشوف الا سواد. اوكي. ما اشوف شيء. طيب خلينا نصور هذا بدون الوضع. اصلا الكاميرا كلش ما تعطيني شيء. بس خلينا نصور. اوكي. ولا اقول لكم خلي اشغل الشاشة عشان تشوفونه برضو الفيديو احسن. هذا بدون وضع ليلي، هذا جوال عادي بتصور كذا. طيب شغل وضع ليلي. ما راح يعطيك عدل، لان ترى المطر يلعب برضه في الاضاءه، يلعب بقوه يعني. فجوده الفيديو ما راح تطلع، او جوده الصوره ما راح تطلع كويسه عندكم، لان بسبب المطر وما عندنا وقت اصلا، الاسبوع ذا كله مطر. خلينا نجرب الجهه برضه مثل ما اشوف الشجره بدون شق الوضع الليلي. الحين نصور، اعطانا ثلاث ثواني. خلينا نجرب نرفعها برضو، نعطيها ماكس خمس ثواني. طبعا انتوا لو تحكمون وتشوفون الصور كيف. وين ودك نروح؟ تبي تكمل سيده ولا تنقل جهه ثانيه؟ انت كيف؟
ولا نروح الحديقة هناك. خلينا نصور البلياط في كل جهة. أوكي يلا للبريولد. خلينا نصور هنا بدون وضع ليلي. طفي الوضع ليلي. صورة بالوضع الليلي. أهم شيء السيارة ما طلعت. تحضر. شوفون تقول. سيدا يلا صبحونا على الصور وما وقفنا وما وقفنا نبي نصور بسرعة ونمشي لأن الجو برد يعني أصابيعنا مقدرين عارف إن إحنا محسدون صح أنا هدي تألمني قاعد أمسك الكاميرا ترى صحيح اللي نتكلم مطر صدق بس ترى مطر ما يعتبر الحين صيف عندنا يعتبر خريف فشوي برد مطر برد وثاني شيء بعد هذا اليوم هذا الاطلاق مال الايفون اي هذا قاعدين نخلص احنا والله خلصت من الدوامه في من 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 مكان لمكان جالسين نصور اطلاق مال الايفون ايه اطلق الايفون اطلق الايفون الحديقه اللي قدام يلا يلا شوف في الحديقه خلينا نجرب نصور في لوحه هنا تطلع في الشاشه اي طالع في الجوال ما طالع صور هذه صوره بالوضع الليلي نعطيها اوتو صور وانتم تحكمون طبعا كبدايه ورانا ظلمه وقدامنا إضاءة فمعروف التصوير إن الإضاءة كانت تصير هذي الجهة فحين الإضاءة بالعكس ما صايرة تضحكون في الصورة كيف طالع إلى وين؟ إلى إيش رأيك نشوف هناك؟ إيه هناك شوف أشجار وظلومة كاملة. أو أو. ناس قاعدين يتمشون في الدفتر في اخر الليل تمنيت ان التصوير يكون يعني يطلع لكم في الكاميرا الحين كيف احنا عايشين الحين كيف الاضاءه يعني كيف يعني كيف ما ادري كيف تخيلون انتم كاميرا تصور العين المجرده ايوه نفس العين المجرده والمشكله الكبيره انه ما بكل عين نفس الشيء صح نصور الجهه ايه تقدرون اصلا الكاميرا اللي عندي انا المفروض يسوي فوكس اوكي هذا بدون هذا الوضع الليلي انا بردت فلازم نرجع السكن نكمل معاكم من السكن نكمل من السكن عندنا ظلمه اقوى من هنا ايه يلا هنالك ظلام من شو اسمه شو اسمه داكن دامس ايه الدموس يلا نشوفكم بعد ما نرجع السكن يلا رجعنا معاكم طبعا خذني يمكن ساعه رجعنا الشقه وصلينا عيننا من الله خير طلعنا معاكم الحين بنكمل هنا احسن شيء ان الجهه اللي ساكنين فيها هنا خلاص ظلمه الاناره تصير على الشارع وهنا بس كذا اناره لحق السكن بس فالشارع ده كله في الوسط ظلمه بما انه ما في سكن جهه اليمين فكله ظلمه هذا الشيء الحلو الشيء اللي ما بحلو انه مطر استغفر الله الكاميرا احنا انا اللي خايف الحين الى الان على الكاميرا اللي قاعد نصور فيها الصوت انت ما يطلع صوتك انا عندي المايك عندي فخلنا نروح ذي الجهه خلنا نروح ذي الجهه ونصور طبعا لازم نبتعد شوي عن الإضاءات الإضاءات أوكي حلو وقف وقف خلاص طيب شغلت لكم بعد تسجيل الشاشة عشان أوريكم عدل طيب خلينا نصور ذا الشيء أتوقع ما راح نشوف أظلم من ذا المكان أظلم من ذا المكان خلي توخر السيارة اللي ورانا أوكي دخل حلو اشتغل رشاش الماي قال لي حسبت حية طيب خلينا نصور هنا الحين يلا بسرعة هذا بدون ول ما تشوف شيء هذا بدون نظام الليلي خلينا نشغل نظام الليلي اوكي
مش مك من خل ارفع خل الماكس. طبعا عيبة المطر وحركة ايدي بعد لازم كان لازم كان يكون عندنا ستاند عشان نظام الليلي. ف فرق كبير ما اشياء اشوف وحيد ما اشوفه في الحقيقة حتى بالكاميرا تبين اي لان شقلتها دي بس عينك مجرده ما تشوفها. تدري ايش اللي يحطون ذيك الاصل ها تعرف المرايات يحطونها اول تدري انت وش تشوف الكاميرا عندي شيء احمر يمشي اوكي شوف تعرف ال في شو اسمه في الكاميرات في الكاميرات في مراي السيارات الاجسام الغريبه ليست الاجسام البعيده نفس الحركه بس انه ما ادري يجيبون كلمه حق الدارك تعرف انت ذي اللي صايدون الاشباح احنا صايدون الظلام اوكي تعال بدي الجهه خلينا نشوف الديتيلز حق الخزان الخزان شو اسمه ذا في الكاميرا ما يبين اي شيء ما يبين الا بس انه طيب خلينا نطفيه ما في شيء دقيقه لا ده لازم اصوره ده لازم اصوره طيب تخيلوا الحين فتحته دقيقه خلينا نطفي نمط الليلي ما في شيء يا الله طف النور وسق دقيقة في سيارة جاية خلي تأخر أوكي نرجع مرة ثانية الحين بنصور بس في الحقيقة ما في شيء صورنا نشغل نمط الليلي عطى واحدة ماكس كم 10 ثواني قال ايه وصل له 10 ايه اقوى من 10 ما في خلاص طبعا ما راح يكون كواليتي عدل ليش لما اتحرك لكن الاضاءة اهم شيء تشوفون اوه دقيقة شوف كيف في اشياء ما نشوفها اي والله في بقع في ايه ادري وشو في دقيقة اي والله في بوي البوي متسحب كم ما ادري ايش ما تبين بس يلا هذا الشيء اللي نصور بعد عطنا هذه الشجرة اللي قدامنا نجرب بدون تصوير ليلي طفنا نشغله ما يحتاج ماكس ما يحتاج ماكس طبعاً الإضاءة هنا ما راح نقدر نحكم عليها لين يكون يوم مش ممطر ما دام أصلاً هل شو اسمه العدسات عندي نظيفة ولا نظيفة الحين ترى في ماي هنا انتبه أشوف شغل من 24 ساعة خل نصور لون الأحمر ده ما الماي شو طفيت حريق ما طفيت حريقته خلنا نصوره خليك من الجهة خلنا طفيه صورته شقل العدسات وسخة تبي لا لا ما يحتاج طيب خلصنا صورنا خل اصور علي شوف صورتك علي بينت انت لكن في اهتزاز ان ايدي تهتز شوف كيف وجهك لان الاصل في ما ادري كم خذت دي طولت كم ثاني خذت طويل ما ادري بس طويله شوف ماسكها انا شوف كيف ما في شيء باين ف الفيديو هذا اتوقع لازم نوقف الفيديو ليش انتوا فهمتوا الفيديو ما تقدر تنهيه هنا انك ما تبين اصلا طيب خلينا نروح نرجع يلا نرجع لكم اذا وصلنا للسكن عند اضاء بس تقريبا لازم ننهي الفيديو طبعا اسفين على الكواليتي حق الصوره نفسها السبب اول حاجه مطر وما عندنا ستاند فحتى لو نجيب ستاند المطر راح يخرب الصوره فأهم شيء إنه فهمتوا كيف الإضاءة يعني
يعني الصورة اللي بدون النظام الليلي أو دارك مود وبالدارك مود. طبعا خلاص أنت شفت الإضاءة كيف تعدلت، ناقصك بس جو عدل لأنه مطر يخرب التصوير مثل ما قلت لكم، وستاند عندك بس. فتوقع نقدر نسويها مرة ثانية إذا كان الجو عندنا عادل بعد يومين. بعد يومين هذه بداية الدوام، فمستحيل نقدر نسويها تقريبا. المطر ذا الحين يومين، ليلة الاثنين راح يكون كويس. البرد ليلة الاثنين راح يكون كويس، لكن ليلة الاثنين ليلة الدوام، فمستحيل أقدر أطلع صور. راح نشوف وقت ثاني، أهم شيء ما يكون في مطر، نأخذ ستاند ونطلع نصور معكم بس. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. طبعا حطيت مايك هذا اللي خلى الصوت يصير أفضل. والسلام عليكم.